عايز طبعا انا رحبت بيكم، بس عايز ان احنا نوضح حاجه مهمه جدا للمشاهدين علشان الناس تبقى عارفه انه في اجراءات احترازيه مشدده فيما يتعلق بالمنتدى. طبعا ده تلافيا لانه يحصل اي شكل من اشكال العدوى بسبب الكوفيد 19، وبالتالي حضور كافة الفعاليات الختامية هنبدأ بالختامية الفعاليات بتاعة الاحتفال الأول بانطلاق المنتدى وكذلك في الختام، هيتم تقسيم كافة الحضور، وبالتالي علشان نقدر نراعي مبادئ وقواعد التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية. كمان إنه المشاركين سواء اللي كانوا يعني عاوزين ييجوا بس ما قدروش بسبب موضوع الكوفيد ولسه في بلدانهم الى اخره، او حتى الحاضرين معانا هنا في شرم الشيخ فيقدروا ان هم يشاركوا بشكل فيرتشوال، وهيخشوا على الويب سايت بتاع المنتدى ويقدروا عن طريق الفيرتشوال سيستم ان هم يقدروا يشاركوا في كافه الفعاليات. انا كده بتكلم صح ولا ايه؟ اكيد اكيد انا فاهم الموضوع مظبوط. صح يا رب يبقى كويس. طيب.